مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. فتحت المصلحة الإقليمية لشرطة القضائية بمدينة الجديدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مساء يوم السبت، وذلك لتحديد أسباب وخلفية إقدام موظف شرطة على وضع حد لحياته باستعمال السلاح الوظيفي بعدما تورط في محاولة للقتل العمد. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فقد أقدم ضابط أمن ممتاز على إصابة والدة وشقيقة سيدة كان يرغب في الارتباط بها بجروح متفاوتة الخطورة بعدما صوب لهما رصاصتين من السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارته بحكم وظيفته، وذلك قبل أن يغادر مسرح الجريمة في اتجاه مدينة أزمور ويضع حدا لحياته باستعمال نفس السلاح الوظيفي. وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع جثة الشرطة الهالكة رهن التشريح الطبي بالمستشفى، بينما تم نقل الضحيتين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية في الوقت الذي تجري فيها المصلحة الإقليمية للشرطة بمدينة الجديدة مدعومة بتقني مسرح الجريمة الأبحاث والتحريات الضرورية في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.